السلام عليكم أعزائي حبايبي، أتمنى لكم الصحة والعافية. حلقة جديدة من النباتات المنزلية. حلقتنا اليوم تتناول نبات دائمي، نبات خارجي وليس داخلي، هو الأكاسيا. الأكاسيا توجد معها أكثر من 160 نوع بالعالم. الأكاسيا مواطنها المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. شجرة الأكاسيا شجرة جدا جميلة، جدا راقية. أزهارها تصير وقت الخريف ووقت الربيع بالضبط مثل القبعة. فمن أنواع الأكاسيا اللي راح نتعاونها هي أكاسيا المصرية اللي نجحت عندنا بالعراق بصورة عامة جميع المحافظات. الأكاسيا يوصل ارتفاعها بالمناطق بموطنها الأصلي، من حالة إذا توفرت لها الظروف المناخية اللي هي تحتاجها، يوصل ارتفاعها بحدود 7 إلى 8 أمتار. شجرة الأكاسيا تتحمل جميع الظروف المناخية الصعبة. شجرة جميلة، أنصح الجميع أن يزرعوها، وأتمنى أن تنزرع بالجزرات الوسطية لأن تتحمل جميع الظروف المناخية. الجذور مالتها تمتد إلى المياه الجوفية، ولهذا هي عندها مقاومة لكافة الظروف. بالنسبة للأكاسيا المصرية، الأكاسيا المصرية وردت بالنصوص الاهرامات. هاي النصوص الاهرامات هي فايزيس المصريه، كانت هي الام الكونيه ويسموها سيده العناصر الطبيعه، سيده عناصر الطبيعه، ام الكونيه وسيده عناصر الطبيعه، اللي على راسها التاج. وهذا التاج كل ملك يجي بعهد الفراعنه توهب هذا الملك التاج وتحاول تحميه. هذه من وردت بالنصوص، جميع النصوص الاهرامات. وجاء كما ذكر بهاي النصوص انه اله القمر هو ايزيس واله البعث اوزوريس، هم ولدوا من شجره الاكاسيا حسب ما ورد بالنصوص. وهذه الشجرة كانوا يعتقدون الفراعنة بأنه من خلال أوراقها وفروعها تنطيهم يعني تمنحهم الأمور اللي يحتاجوها هم. فشجرة الأكاسيا موجودة قبل آلاف السنين قبل الميلاد. هذه الشجرة تتكاثر من خلال البذور، من خلال البذور نقدر نكاثرها وتظهر مثل قرون، ويتم زراعتها في فترة الربيع هذه البذور أو من خلال البراعم. الأوراق مالتها ريشية، شجرة جدا يعني ناعمة يعني أوراقها، وبس ما تتحمل الرياح الشديدة تنكسر يعني الأوراق مالتها. يتم تقليمها تقليم الأماكن اليابسة حتى تنمو من جديد وتنمو بصورة صحيحة. يعني شجرة الأكاسيا أزهارها عدة ألوان، أكو أبيض وأكو أحمر، وقلنا بحدود 160 نوع بالعالم. فأنصح الأخوة والأخوات أن يقتنوا هاي الشجرة، جدا جميلة جدا راقية. أعزائي حبايبي، نتطرق إلى أزهار موسمية هي أزهار اللاتيني. أزهار اللاتيني أزهار جدا جميلة جدا راقية. النبتة تكون زاحفة، حدود يزحف هذا النبات بحدود المتر أو متر ونص. أوراقها دائرية خضراء جدا، خضرها جدا شديد. والأزهار مالتها بوقية منها الأصفر والأحمر والبرتقالي والخمري. وهذا النوع من الأزهار عطري أيضا، ذات رائحة جدا جميلة.
هذا النبات انصحكم اعزائي حبايبي تقتنوه، لان هو يتحمل انخفاض درجات الحراره، بس شرط يعني مو درجه الانجماد، اي درجات حراره منخفضه، بس من توصل مرحله الانجماد يتاثر النبات. ونبات يحب اضاءه الشمس المباشره، وهو خارجي وليس داخلي، ويحب السقي عند الحاجه. يتكاثر هذا النبات من خلال البذور، حباته بالضبط يعني مثل حبات الحمص، يعني اذا زرعته مره واحده بالحديقه او بالشرفه او بالطرمات، تبقى البذور بالتربه السنه الثانيه، يعني هي من كيفها تنبت هذه البذور. اعزائي حبايبي، احنا نعرف احنا حاليا تقريبا نهايه شهر الواحد راح يجي عندنا اشباط. احنا كل زين نعرف، وخاصه اصحاب الاختصاص بالزراعه، الشهر اشباط هو يتم زرع جميع الاشجار، الحمضيات والتين والتكي والسدر. فيعني انصح جميع الاخوه بالضبط يعني نصف شهر شباط، يعني 15/2 فما فوق، يتم زراعة هذه النباتات. هذه الفترة كلش مهمة، اللي عنده يحتاج يريد يزرع الحمضيات أو الزيتون أو كافة أنواع الأشجار. وأنا ممنون، شكرا جزيلا.